السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اسلام بهجت ستورز، وده ريفيو سريع جدا عن الصب جي تي 112 بلس. طبعا يا جماعه الصبات دي منتشره في السوق باشكال كتيره وباحجام كتيره. اهم حاجه تتاكد ان الصب ده، انا اسف، هي الاحجام ثابته مش متغيره، انا قصدي الخامات، يعني نتاكد ان البورده من جوه احجامها مختلفه. يعني في عندنا بورده بتبقى حجم صغير، وفي بورده بتبقى حجم كبير. احنا بنقدم لكم الصب الاول اللي هو حجمه كبير، بيبان من الصوت وبيبان من شكله. الصبات دي كلها بورتبل، بتتمسك على قد الايد كده زي ما انتم شايفين. انا ايدي اهي، صب مناسب جدا، بيبقى صوته عالي، بيجي العلبه بتاعته بتيجي بالمنظر ده كده. وطبعا في منه اصدارات كتيره في السوق المصري، وموجود منه اصدار بدل الحجم ده كده، بتبقى حته صغيره خالص كده، تمام، كويسه برده، ما فيهاش مشكله يعني. بس اهم حاجه تتاكد ان هي البورده الكبيره. الصب بيجي بالشكل ده. طبعا يا جماعه ده بيشتغل فلاشه، وبيشتغل ميموري، وبيشتغل بلوتوث على الموبايل. بنيجي نفتحه، بيتفتح بالمنظر ده كده، في زرار هنا كده صغير، تمام، فتح، صب صوته قوي جدا كده. هو مستني ان انا اعمل الديفولت بتاعه، مستني ان انا اعمل كونكشن على الموبايل، يعني افتح موبايل بلوتوث واربطه عليه. طبعا كلنا عارفين نربط بلوتوث ازاي. طيب ده كده لو انا هعلي الصوت، ده لو انا هوطي الصوت، ده لو انا هعليه، ده لو انا هوقف، وده المود، تمام. المود ده بالنسبه لي احنا بنحاول بقى فلاشه او الكلام ده كله. انا عندي حاجه زي دي كده، دي مثلا فلاشه، لو بسرعه كده برضه هوريكم مع بعض. ده مدخل الفلاشه، واللي فوقيه الصغير ده الميموري كارد، وده الزرار اللي قافله الفتح، وده الشاحن بتاعه، بيشحن بشاحن اللي هو السامسونج المايكرو العادي خالص، موجود عندنا في اسلام بهجت ستورز، وموجود في اي عند اي حد بتاع موبايلات يعني. ده المكان بتاع الفلاشه اهي، تمام. Play by USB drive. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان. تمام، لو احنا ضغطنا هنا ضغطه مطوله، ده كده بيعلي وبيوطي. لو اتكينا تكه واحده بس، ده بيقلب يجيب الايه الحاجه اللي بعديها. ايه ده؟ زرار المود زي ما احنا قلنا. صب كويس جدا، وسعره يعني يعتبر ببلاش، حاجه محترمه جدا. لو محتاج تشتري من عندنا، او محتاج تعرف عنه تفاصيله، كل حاجه في الديسكريبشن بوكس تحت مكتوبه عندنا كل حاجه. تعرف تجيب الصب منين؟ اسلام بهجت ستورز، احنا اصل الكترونيات. شكرا.